دابا غادي نخدمو الكمام. بالنسبه للكمام باش نعرفو العرض ديال الكمام ديالنا شحال غادي نديرو فيهم في العرض. الطول راه كنحسبوه، عندي في الطول 58، الطول كتحسبيه. بالنسبه للعرض خصنا نحسبوه ايضا، ممكن عندو القاعده ديالو كيتخدم بقاعده. ركزي معايا مزيان باش تعرفي القاعده ديال الكمام. غنجيبكم ورقه باش نكتب فيها. هذه القاعدة كتبوها، حفظوها مزيان، كتبوها وحفظوها. إن هاد القاعدة اللي نخدمو بها باش كنخرجو العرض ديال الكم. إذا شنو كنديرو؟ عندنا الربع ديال الصدر، الربع ديال الصدر كنضربوه في جوج وكنقصو منه ستة. الربع ديال الصدر كنضربوه في جوج وكنقصو منه ستة. الربع ديال الصدر اللي عندي انا في هاد القياسات اللي خدمت هي 26. اذا 26 غادي نضربها في جوج وغادي نقص منها ستة. 26 غنضربها في جوج وغنقص منها ستة، هي شحال؟ هي 52 ناقص ستة. 52 ناقص ستة، هاد 52 هادي غادي نقص منها ستة. إلا نقصت منها ستة غادي تولي لي هي 46. 46 هادي هي اللي غادي نخدم بها. هاد 46 هادي هي اللي غادي ناخدها أنا وغادي نخدم بها. باش تعرفو هاد 46 هادي منين جات وكيفاش جات، نتمنى يكون مفهوم. الربع ديال الصدر، الربع ديال الصدر غضربيه في جوج، عندي 26 ضربتها في جوج عطاتني 52، غنقص منها ستة. داك الرقم اللي غادي تعطيك هذاك اللي غادي تخدمي به. إذا أنا عندي 46، شنو غنجي غندير؟ أول حاجة غادي ندير الطول هو الأول. غادي نجي نحسب الطول، عندي هنايا 58 زيد عليها جوج سنتيم تولي لي 60. إذا 60 ناخد 60 على 60، مساش واش باينة ولا لا. المهم غادي ناخد في الطول ديالي، أولا غناخدها هكايا نحسبها هكا باش تبانلكم. إذا ناخد 60 هكا، هيا 60 الطول ديالي. إذا 60 وغادي ناخد ديك 46 اللي عطاتني، غادي نحسبها هي 46. هاي نحسبها هكا، نديرها هكا بهذا الشكل، هذا 46. غنحسب 46 هنايا بهذا الشكل مبين شوقيلا. إذا أنا قلبت هذا الباترون علاش؟ باش يبان لكم في التصوير، يبان لكم شنو كندير. حنا الغرض عندنا بالربع، ما عندناش الغرض بالطول. إذا الطول عندي من هنا لهنا عندي 60، ومن هنا لهنا عندي 46. ديك 46 اللي وريتكم كيفاش كنحسبوها، الربع ديال الصدر في جوج ناقص ستة. هنا النار عندنا العرض ديال الكم اللي غادي نخدمو به باش نكونو متفاهمين وواضحين. قلبتهم غير باش يبان لكم في التصوير شنو كنخدمو، لان حنا الغرض عندنا بالربع، وكنخليها كيما كنت دايره قبيله ما غاديش يبان لكم شنو كندير. دابا شنو غادي نديرو؟ هاد الربع هادي حنا غادي نقسمو على جوج، 46 نقسمو على جوج بالشكل هذا. بهاد الشكل هذا نقسموها على جوج، نديرو خط حتى لتحت. بهاد الطريقة هادي كما كتشوف كنجيو هنايا كنهبطو 13،
13 قاعدة ثابتة. أي وحدة أي سيدة كنهبطولها ب13 بالنسبة للكبار، هذه قاعدة ثابتة كنهبطو 13 سنتيم. غادي نوليو نديرو خطخو بالشكل هذا. الطرف هادي دابا شنو غادي ندير؟ غادي ناخدو خط من هنا لهنايا، من هنا لهنا، أو ثاني من هنا لهنا، خط من هنا لهاد 13 هادي اللي حسبنا بهاد الشكل هدا، وخط خر أو ثاني نفس الشيء. نتمنى أنكم تكونوا شريتو روجيستر وكتقيدو فيه. نحنا الشيره فاش قرينا في المدرسه قرينا بهذه الطريقه، هذا الشيء اللي كنوريكم هذا الشيء هو اللي قريناه، وشي هذا الشيء باش كنخدموا، الشيء اللي كنخدموا به. كنجيو غادي ناخذوا هكا هذه المسافه، هذه نقسموها على جوج. انا نخدم معكم غير وحده، وهاد الثانيه بنفس الطريقه اللي غنخدموا بها هادي غنخدموا بها هادي نفس الخدمه. داكشي اللي غنديروا هنا هو داكشي اللي غنديروا هنا، داكشي اللي غنخدم معكم غير وحده والثانيه خدموها نتوما. اذا كنقسموا هاد المسافه هادي على جوج، وكنوليو عاوتاني هاد المسافه هادي اللي قسمناها على جوج نوليو عاوتاني نقسموها على جوج بهذا الشكل هكا، عاوتاني هنايا كذلك نقسموها على جوج هاكا. ركزوا معايا شنو غندير، هادي هنايا اللي قريبه لهاد النص، هادي هادي هاي هادي الاولى، هادي غادي ندير ندخلو بيها بسنتيم الفوق، نحسبو لها واحد سنتيم الفوق، وهادي اللي لتحت نحسبو لها واحد سنتيم لتحت بهذا الشكل هذا. هادي ناخذ لها واحد سنتيم هنا الفوق، وهذه غادي نحسبوا لها واحد سنتيم هنايا لتحت بهذا الشكل. وغادي نجيو من هذا النص هذا اللي بقى لنا، وغادي نديرو بهذا الشكل عاوتاني من التحت هاد الشكل هذا، وكتجي على هاد الشكل هذا. شفتو كي كتجي هاندي؟ غادي نخدموها بنفس الطريقه اللي خدمنا بها هادي. هانتوما انا وليت خدمتها، خدمت الثانيه، كيجيو بجوجهم بنفس بهاد الطريقه هادي. شفتو كي كيجيو هادي؟ راه تخدمات بنفس الطريقه اللي تخدمات بها هادي كيف كيف. اذا كيجيو على هاد الشكل هذا. دابا غادي نخدمو من تحت ديالكم. دابا غادي نخدمو هاد التحت ديالكم. شنو كنديرو؟ كنجيو كنحسبو لكم من هنا، هدا كيكون هاد التحت هدا كنحسبو شحال بغينا الوسة ديالو اللي بغينا. تا هنا غادي ندير هنايا 28، نحسب لقيتها هي 28. تحسبو على حسب شحال بغيتو، بغيتوها واسعة ضيقة، هادي هادي تحسبو كل كيما بغيتو هانتوما. إذا 28 نقسمها على جوج هي 14، نقسم على جوج 14، نزيد عليها واحد سنتيم هي 15. ديك واحد سنتيم كنزيدو على حسب الخياطة. كنجي من هنايا، كنجي دا من هنا كناخد 15، ومن هنا عاوتاني كناخد 15 بهاد الشكل هذا كما كتشوفو. هاد كنحسبو من هاد النص، هاد النص من هنا لهنا 15، ومن هنا لهنا 15. وكنديرو اش كنديرو؟ غادي نديرو هاوي نوريكم، غنجيو نديرو خط من هادي من هنايا، غنديرو هاد ديك 15 هادي هنا هنايا بهاد الشكل هذا. بهاد الطريقة هادي كيما كتشوفو
عاوتاني الجنب الاخر نفس الشيء، وغادي يجي على هاد الشكل هذا هكايا، كيجيو بجوج. وبالنسبه للتقطاع، الطريقه ديال التقطاع نوريكم كيفاش غادي نقطعو، شنو نقص صوتها كيف كنقطعو بها لكم هانتوما. هنا كنجيو فاش كنجيو نحيدو باش ما يكلنيش كنزالة. اذا هانتوما كنجيو فاش كنجيو لهنايا كنقطعو على هاد الشكل هذا. نجي اخرى نفس الشيء ان شاء الله. انا غادي ندير لكم فيديو ونطبق لكم على التوب ونفصل لكم جلابه اي باسي. نفس الشيء باش نقطع هذا ونحيدو هادو بهذا الشكل. كيجي لكم ديالنا على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا، شفتوا هكا كيجي لكم. دابا غادي نخدموا القب، اخر حاجه بقات لنا هي القب. كما كنقول لكم ما فهمتوش اي حاجه خليوا لي في التعليقات، قولوا لي مريم ها شنو ما فهمناش وشنو ما فهمناش وشنو ما فهمناش، وان شاء الله غادي نشرح لكم ونعاود نوضح لكم. حتى لو يعني اضطريت نولي نعاود عاوتاني نصور فيديو واحد اخر، نولي نصور لكم فيديو واحد اخر ونشرح لكم داكشي اللي ما فهمتوش. اخر حاجه بقات لنا هي القب. بالنسبه للقب فيه شي تقريبا ثلاثه ديال القياسات، فيه الكبير والصغير والمتوسط. نخدم معكم الصغير لانه تقريبا اكثر حاجه كنستخدموها دابا. داك الكبير ما بقاش موضه، ممكن نوري لكم غير من باب العلم الشيء ما تعرفوا يولي موضه. اذا كناخذو في العرض ديالو كناخذو 28. بالنسبه للقب راه القب كيكون مطوي على جوج، مطوي على جوج. وبالنسبه للكم هذاك اللي وريتكم هذاك كم واحد، وفاش كنجيو نخدمو على التوب راه كيكون مطوي على 4. المهم هادشي غادي نوري لكم منين نخدم على التوب. المهم هذا كيكون مطوي على جوج، هذا القب مطوي على جوج. وهاد الجهه هادي كتكون جهه مسدوده، هاد الجهه هادي اللي غنخدمو منها هادي راه جهه مسدوده مسدوده مسدوده، يعني فاش كنطوي الطويه هكا هاد الجهه هادي عادي اللي فيها الطويه جهه مسدوده كنسميوها جهه مسدوده. اذا القب على جوج وهادي جهه مسدوده. غادي ناخذ هذه قياسات ثابته ما كتبدلش. غادي ناخذ من هنا لهنا 28، هاي 28. بالنسبه للطول ديالو غادي ناخذ 48، هاي 48 هذه الحسبه هي هنا حسبوا 48. واش كيبان لكم؟ هاي 48 نعاود نحسبها، نزلق لي السنتيم 48 بالشكل هذا. شوف اش كيبان هاي هنا 48. غادي نديرو الخطة ديالنا باش يبان لكم الخدمة اللي كنديرو. نحط من هنا بالشكل طول او تاني تاوه بهذا الشكل باش عاد غادي نخدمو الخدمة ديالنا. لذا كنديرو غير الشكل ديالو، قلبو كيبانلكم شوف هاكا واش كيبان كلو، هاكا راه كيبان كامل.
إذا هنايا عندنا 28 وهنا الطول 28 والعرض 48، الثوب مطوي على جوج وهذه جهة مسدودة. غادي نجيو هنا من هنا غادي نهبطو ب 13 بهذا الشكل، هذا نحسبو 13 هايها هنا او هنا كيف كيف كاش الفرق. كنجيو كناخدو خط من هنايا لها 13 هادي بهذا الشكل هذا، من بعد كنحسبو من هنا كنحسبو 26 كيما جات 26 غادي نعلمو عليها، هاي جاتني 26 هنايا وغادي ناخدو خط، غادي ناخدو خط من هاد 26 هادي لهنا لهنا، من هاد 26 ناخدو خط لهنايا هاكا بهاد الشكل هدا، هاكايا غنجيو لهدا غادي نقسموه على جوج هاو. شو كيما درنا في الكمام داكشي اللي درنا في الكمام غنوليو نعاودو عاوتاني هنايا نقسموها على جوج حتى هي هاكاي، عاوتاني هنا نقسموها حتى هي على جوج بهاد الطريقة هادي نقسموها على جوج وغنجيو هنا غادي نديرو واحد سنتيم الفوق، عاوتاني هنا نحسبو واحد سنتيم من التحت، مسقلبوهمش لقلبتوهم مطلعلكمش، هادي كنطلعو بواحد سنتيم وهادي كنهبطو بواحد سنتيم، وكنجيو لهاد النص هدا وكنديرو لها هاد التقويرة هادي بالشكل هدا، عاوتاني من هنا كتجي على هاد الشكل حدا. فاش كنبغيو نقطعو كنقطعو من هنايا هكايا كندوزو هنايا كندوزو عاوتاني من هنايا، هذا هو القب ديالنا هكا كيجي، وهادي هي النهاية ديال الدرس ديالنا، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا، الا ما فهمتوش اي حاجه خليوها لي في التعليقات ان شاء الله نرد عليكم ونفهم لكم داكشي اللي ما فهمتوش، المهم اهم حاجه انكم تفهموا مزيان الطريقه باش كنفصلوا بها، لان اغلب الجلاب دابا راه كيتفصلوا غير في صالة ايفازي فقط، يعني واحد 80% ربما ولا اكثر ديال الجلاب كيتخدموا غير الخدمه ديال ايفازي، بقيه الخدمات الاخرى دابا نوريهم لكم فيديوهات اخرى ان شاء الله، المهم تفهموا هذه بعدا هي الاولى لان هذه وقله سهله فيهم، المواصله ديال البلدي كلها سهله الحقيقه، المهم تفهموا هذه ومن بعد نشوفوا اللي موراها، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان، الا ما فهمتوش خليو لي في التعليقات داكشي اللي فهمتو، ما تنساوش تشترك في القناه الا كنتو ما مشتركينش، لايك الفيديو وتخليو تعليق محفز او لا عندكم سؤال خليوه، وشكرا لانكم كملتوا الفيديو حتى الاخر.